American and British troops are in action on land, sea, and in the air. Invasion warns we're using munitions on a scale never seen before. مع الذكرى السنوية الخامسة للغزو الأمريكي للعراق. Target Baghdad. Allies launch 500 cruise missiles in a day. في العراق الجريح تركت الحروب بصماتها، فكان الفقر والمرض والخوف والحزن المقيم في العيون البريئة والنزوح القسري لملايين العراقيين إلى المجهول. أطفال وشيوخ وعجائز فقدوا الأهل والأحبة وموارد الرزق الشحيحة، وتقطعت بهم السبل إلى التعليم والرعاية الصحية والمسكن الذي يحفظ لهم آدميتهم. وتسعى جمعية طريق الزهور التي أنشأها الفنان نصير شمة إلى أن تقدم المساعدة وأن تكون يدا حانية تربت على الجباه المتعبة والقلوب التي أثقلتها الهموم. المواطن العراقي يعيش بصعوبة هنا، يعني تلقي أكثر العوائل متعففة فقيرة. ما نقدر نعيش كل واحد بشقة، ماكو مصاري، ما عندنا فلوس، لا راتب، لا أنا أقدر أشتغل. بيتنا احنا عفناه بالعراق وما نعرف شو راح يصير بينا، واخوي انقتل بالعراق، وجهنا بعد على هالحال، شوفوا حالنا. وبعد راح اخسر، خسرت بيتي وحال والمال وابو ولادي، شنو بعد؟ لوش ارجع؟ خالي انا كتلوه في المحل، وخذوا اماله كلها. وين يعني بعد عند حلالنا راح، امورنا راحت، وين ما نضالين؟ ليه تعبانين؟ صار لي 4 سنين يعني تعبان. يعني حتى أولادي كبار ويعني ما نقدر ننام بهاي الغرفة، يعني وضعنا كلش تعبان. وكان الصغار أكثر من دفع الثمن. في هذا إنه العراق بدون أطفال أسوياء وصحيحي البدن والتغذية لا يمكن أن يكون له مستقبل. طبعاً الموضوع القلب اليوم هو أبسط شيء بالنسبة إلي، لما يجيني ملف طفل في ثقوب في القلب أو أي شيء في القلب سهل علي أعالجه، أودي للهند، وفي أعظم طبيب في الهند دكتور شتي هو اللي بنفسه يعمل العمليات، ومتفقين وياه على سعر ثابت للطفل والمرافق، والحمد لله قدرنا نسير قوافل خلال هاي الفترة. عادت البسمة إلى هذه الأعين البريئة بعد أن تدخلت أيادي الجراحين لتداوي آلام القلوب الغضة وتعيد الطمأنينة إلى نفوس الآباء والأمهات وتفتح طريقا جديدا للأمل. عبد الكريم وحسين ورسل وإخوة لهم تراوح أعمارهم بين 10 أعوام تلقوا العلاج في الوقت المناسب، لكن تأخر العملية الجراحية ترك مضاعفات قاسية على جسد راكان ابن 17 عاما. لقد تركت الحروب الوحشية وراءها 10,000 من الأطفال الذين يواجهون أمراض القلب والسرطان، وهو واقع يستصرخ الضمير العربي والإنساني إلى بذل الجهود لإنقاذهم. أخواننا في العراق، أخواننا في العروبة، أخواننا في القومية، لازم كلنا نقف جنبهم. 67% من الأطفال المهجرين ما بيقدروش يروحوا مدرسة، كثير من المهجرات أرامل، كثير من الرجال المهاجرين لخارج العراق لا يجدوا فرصة عمل. إزاي يقدروا يعيشوا؟ إزاي نحافظ على مجد العراق لو ما وقفناش جنبهم؟ الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، كل دولة محتاجين مساعدتنا. كتير ضروري نوقف مع الشعب العراقي المظلوم المقهور. العراق بحاجتنا اليوم، بحاجة مساهمة كل شخص فينا، مهما كانت المساهمة متواضعة، لأنها بتعمل فرق وفرق كبير. Thank you.
طبعا افكر ارجع للعراق لان العراق بلدي وانا مواطن الحمد لله اصيل يعني وعراقي اصيل عراقي الاصل وعراقي المولد وعراقي الجنسيه لتشوف شلون وعندي حب التراب وطني وطبعا اتمنى ارجع لان عندي ذكريات في كل شارع وعندي ذكريات في كل مكان في العراق للاسف نتامل ان شاء الله نرجع بس بعد ما تصير الامور زينه هاي اذا سمحوا انه الامور تصير زينه وانت تسدد فاتوره الماء فكر بغيرك من يرضعون الغلام وانت تعود الى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام.